البارح محمد نهير خرج بواحد التصريحات اللي خطيره وخطيره جدا. وفي التصريحات اتهم مباشره الاداره السابقه ديال فريق وداد الامه وعلى الراس ديالهم الرئيس السابق ديال الفريق اللي هو سعيد النصيري. بعد قبل ما نقول راي ديالي على التصريحات الخطيره اللي خرج بها محمد نهيري، بعد نقول لكم المضمون ديال التصريحات. محمد نهيري بدا التصريحات ديالو الخطيره وخطيره جدا باول حاجه باللي الرئيس ديال النادي سعيد النصيري حاول يدمر المشوار الكروي ديالو بكل الطرق الغير المشروعه وحاول يدير اي حاجه باش ينهي المسيره الكرويه ديالو. وزاد قبل سعيد النصيري هو السبب الاول من الانتقال لواحد الفريق اللي كبير في اوروبا. وزاد قال عاوتاني باللي حيد له الصالير الشهري ديالو ومره نزلوا الفريق الامل ديال الوداد. وزاد عاوتاني قال حتى الاسباب اللي خلى سعيد النصيري يدير هادشي كامل، وقال باللي السبب النصيري بغى شي حوايج اخرين واللي انا رفضتهم النصيري حاربني بشتى الطرق. وانا السؤال اللي غادي نطرحه شخصيا شنو هما هاد الحوايج اخرين الله اعلم. وزاد عاوتاني كمل النهيري في التصريحات باللي النصيري حرمه من الانتقال لفريق اسباني اللي هو مايوركا الاسباني. وزاد عاوتاني قال بان القيمه ديال الانتقال اللي كان غادي ينتقل لها من فريق الوداد لفريق مايوركا الاسباني كانت غتوصل مليون ونص دولار. وزاد قال بلي الصفقه هذه كان غادي يكون فريق الوداد هو المستفيد فيها الاول، ولكن الرئيس ديال النادي النصيري سد الهاتف ديالو على المسؤولين ديال فريق مايوركا. وزاد عاوتاني قال حتى المنحه ديال التوقيع ديالو مع فريق الوداد النصيري داها له كامله وعطاه غير شويه منها. وزاد تابع في التصريحات بلي النصيري دار اي حاجه باش يدمرني ويوقف المسيره الكرويه ديالي، ولكن انايا الايمان ديالي قوي. وزاد قال باللي سعيد النصيري الله يهديه عزيز عليه شي حاجه فيها المشاكل. وزاد قال باللي بعض المرات كان كيطلب منه باش يدخل في مشاكل مع اللاعبين ديال الفريق، ولكن عاوتاني هو رفض شخصيا. وزاد عاوتاني قال في الاخر باللي النصيري هددو شخصيا وقال له باللي غادي نعطي تقريبا 50 مليون باش يحاربوك في المواقع التواصل الاجتماعي. وديك الساعات كان جاوبه وقال له باللي عطني ديك المبلغ المالي وديك الساعات اكتب اللي بغيتي. وفي الاخر النهيري ختم التصريحات باللي التصرفات ديال سعيد النصيري عاديه بسبب الشخصيه ديالو اللي كتعتمد على الامور القبيحه واللي كضرب الاخرين، وكيتمنى له باش ما يبقاش يعاود هاد التصرفات هادو مع ناس اخرين. وفي الاخر قال الله يهدي على هاد التصرفات واللي كان تيديرها هادي 10 سنين مع الفريق، وهي دابا ديك التصرفات ما نفعتوش نهائيا وسببت له غير المشاكل. وهادو هما ابرز التصريحات اللي قالهم محمد النهيري، فالتصريحات اللي كانت خطيره وخطيره جدا. اما من ناحيه الراي ديالي في هادشي اللي كيقول محمد النهيري، اول حاجه حاليا حنا سمعنا من طرف واحد ولكن معناش السبب علاش النصيري كان تيدير له هادشي كامل. يعني ما يمكنش رئيس ديال النادي غادي ينوض غادي حدا غير لعاب وغادي يدير له هادشي كامل بلا ما يكون شي سبب شخصي بين اللاعب والرئيس شخصيا. علاش ما يمكننا نحكموا حتى نسمعوا الطرف الثاني اللي هو سعيد النصيري؟ المهم خمس هاد الفيديو بطل الكومنتيرات وعطيوني الراي ديالكم في هادشي. المهم كان معكم حفيظ وتهلا.